كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا، يا دليلا فيه أدرك ما علي وما لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أجمل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، يعني كده إيه، ريح جميلة كده جاية محملة بالبركات والرحمات، ألا فتعرضوا لها، يعني أقفوا في طريقها، أقفوا في سكتها كده عشان تاخدوا الرحمات والبركات اللي جاية إيه في هذه النفحة من عندي ربنا عز وجل. أيام العشر من ذي الحجة العلماء بيقولوا إن هي أفضل أيام في هذه الدنيا، وإن الأعمال الصالحة فيها مضاعف أجرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يقصد أيام العشر من ذي الحجة. عشان كده المفروض ما نفوتش دقيقة في هذه الأيام إلا ونكون فيها في عمل صالح، في ذكر، في دعاء، في صلاة، في قراءة قرآن، في قيام ليل لو كنا في الليل، وطبعا نعمر هذه الأيام أيضا بالصيام ما استطعنا، حتى يعني نكون قد تعرضنا بالفعل لنفحات رحمة ربنا عز وجل. صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. آمين.